الله والصلاة والسلام على رسول الله. Les adjectifs possessifs, شرح درس ضمائر الملكية. إذا كنت أنا المتحدث, moi, je, c'est moi qui parle, أستعمل l'adjectif possessif, moi, mon. Mon, إذا كان الشيء الذي أتحدث عنه أمتلئ أو أمتلكه, masculin, مذكر, مثلا, mon pantalon, سروالي. Mon pantalon. أما إذا كان الشيء الذي أمتلكه مؤنث فأستخدم ما feminin ما pour le féminin. Example ma chemise. Ma chemise chemise est féminin. Ma chemise sotrati. أما إذا كان الشيء الذي أمتلكه pluriel جمع مجموعة من الأشياء أستخدم mes. Exemple mes chaussures. Les chaussures et pluriel. الحذاء في اللغة الفرنسية جمع. Mes chaussures. السلفة chaussures. إذا كنت أنا المتحدث أستخدم mon, ma, mes. أما إذا كنت أتحدث معك أنت, toi. Tu ou bien toi. Je parle avec toi. أتحدث معك. أستخدم ضمير الملكية l'adjectif possessif ton. Ton عندما يكون الشيء الذي تمتلكه masculin مذكر. Ton chat est mignon. قطك جميل. قطك ظريف. Ton chat. Le chat est masculin مذكر. أستخدم l'adjectif possessif ta عندما يكون الشيء الذي تمتلكه أنت féminin مؤنث. Exemple ta voiture rouge. سيارتك الحمراء. Ta voiture السيارة féminin. أستخدم ضمير الملكية تي عندما يكون الشيء الذي تمتلكه pluriel جمع. Par exemple مثال تستيلو أقلامك. لديك مجموعة من الأقلام. أقلامك تستيلو تي. في حالة إذا كنت أنا أتحدث عن شخص غائب, هو أو هي, إل أو بين إل, شخص واحد غائب, هو أو هي, أستخدم son, l'adjectif possessif, ضمير الملكية son, عندما يكون الشيء الذي يمتلكه مذكر, بيرو مثلا, بيرو مكتب, son bureau, مكتبه, son bureau, أستخدم ضمير الملكية sa, عندما يكون الشيء الذي يمتلكه فيمينان مؤنث. sa maison et sa voiture. سيارته منزله. sa maison et sa voiture. وأستخدم في الأخير l'adjectif possessif c'est عندما يكون الشيء الذي يمتلكه أو تمتلكه جمع مجموعة من الأشياء. Par exemple ses amis. مجموعة من الأصدقاء يمتلك ses amis أصدقاؤه. أما في حالة إذا كنا نحن من يتحدث, نحن مجموعة من الأشخاص نتحدث عن ممتلكاتنا, نحن لدينا أشياء نمتلكها نتحدث عنها, نستعمل l'adjectif possessif notre عندما يكون الشيء الذي نمتلكه مفرد شيء واحد. Par exemple notre bureau مكتبنا. Le bureau il est singulier مفرد singulier. Notre bureau مكتبنا. مكتبنا. Par exemple نحن في مكتبنا. Nous sommes نحن nous sommes dans في مكتبنا notre bureau. أما في حالة ما إذا كان الشيء الذي نمتلكه نحن جمع عبارة عن مجموعة من الأشياء pluriel. Par exemple مثال nos projets لدينا نحن لدينا مشاريع كثيرة. nos projets مشاريعنا. Nos projets, مشاريعنا,
Nous travaillons, نحن نعمل, sur nos projets, على مشاريعنا. نحن نعمل على مشاريعنا. Nous travaillons sur nos projets. هنا غنقولو nos projets. Nous, لأن مشاريعنا جمع. أما إذا كان في حالة ما إذا كنت أتحدث معكم. أنتم. Vous. أتحدث معكم عن أشياء تمتلكونها. أنتم. Vous. أستعمل. أنتم مجموعة من الأشخاص. أستعمل. Votre. Adjectif possessif. Votre. عندما يكون الشيء الذي تمتلكونه مفرد. By example. Votre bureau. مكتبكم. لديكم مكتب واحد وهو مكتبكم. Votre bureau. مفرد. مكتب واحد. Votre bureau. أما إذا كانت لديكم أشياء كثيرة. أستخدم vos projets. أنتم لديكم مشاريع كثيرة. C'est-à-dire vos projets. مشاريعكم أنتم. مشاريعكم. Vos projets. لأن المشاريع كثيرة. إذن أستخدم vos pour le pluriel. أما في حالتي ما كنت أتحدث عن أشخاص غائبين سواء هم أو هن ذكور أو إناث غائبون إل افيك إس إل بلوغيل هم أو هن أستخدم ضمير الملكية الأدجكتيف بوسيسيف لوغ لوغ عندما يكون الشيء الممتلك مفرد باغ إكزومبل لوغ ميزون منزلهم أو منزلهن منزلهم لوغ ميزون منزلهن لوغ ميزون في حالة ما إذا كان الشيء الممتلك جمع لوغيال أستخدم لوغ افيك اس على فان باغ إكزومبل لوغ فواتور لديهم سيارات كثيرة جمع سياراتهم أو سياراتهن لوغ فواتور إذن كان هذا هو الدرس